اختتام الدورة الثانية للمجلس الوطني بسلة من القرارات المهمة التي ترتقي إلى اللحظة التي نعتبرها حاسمة في الإعلام الوطني. كانت هناك كثير من النقط الأساسية سواء تعلق الأمر بالقضايا المرتبطة بالآلية القانونية التي نحن بصدد مناقشتها وأقصد بها من مدونة الصحافة والنشر، كانت فيها قرارات تطالب بالإسراع، تطالب بالوضوح، تطالب بالجرأة، تطالب بنوع من الواقعية فيما يتعلق بمعالجة هذه الواقعة. كان نقاش واضح وصريح فيما يتعلق بمسألة البطاقة، والتي اعتبرناها بمثابة موضوع يشغل الرأي العام الصحفي في كل بداية سنة، وبالتالي يجب أن نتخلص من الإشكاليات المرتبطة بها حتى نتفرغ للقضايا الأساسية. كان هناك نقاش حول القضية الفلسطينية ومساهمة النقابة في الدفاع وفي الاحتجاج على ما يحدث بغزة. كان هناك نقاش قوي داخل المجلس الوطني فيما يتعلق بالقضايا التنظيمية وكذلك الإشعاعية، سواء تعلق الأمر بالفروع، باللجان النقابية، بالتنسيقيات. وكان الإجماع على ضرورة تحسين هذا الأداء وتطويره بما يتلائم والمقتضيات القادمة المرتبطة بالصراع الذي سيكون من أجل أن نصل إلى بيئة مهنية نظيفة. المجلس الوطني يعي جيدا أن هذه المرحلة التي نعيشها صعبة وحاسمة، وبالتالي عبر عن تجنده للقيام بدور النقابة إلى جانب الشركاء الآخرين من أجل أن نصل إلى خلق بيئة مهنية أولا نظيفة ولكن يشعر فيها الصحفي بكرامته.